مجهود كبير جدا، موسم شاق كان فيه صعوبات كثيره جدا، لكن رجاله النادي الاهلي كالعاده كانت على قدر المسؤوليه، حققنا كل البطولات الحقيقه يمكن النادي الاهلي شارك فيها. موسم على المستوى الاداري على مستوى مجلس الاداره في كل الالعاب حاجه رائعه ومميزه جدا. بنوجه كل الشكر والتقدير والتحيه لمجلس اداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، للجهاز الفني، لكن زي ما بنقول الاصعب هو الفتره اللي جايه هي الاصعب، القادم ان شاء الله يكون اصعب لفريق النادي الاهلي. انا معايا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي صاحب الهدف النهارده للقندوسي، ببارك لك قندوسي. البدايه موسم صعب جدا الحقيقه، لكن اسعدتونا، اسعدت جمهور النادي الاهلي، اجتهدتوا بشكل كبير جدا. قول لي الموسم بالنسبه لك قندوسي كان عامل ازاي، لان الضغط كان كبير جدا لكن الفرحه كانت مهمه مع جمهور النادي الاهلي. الحمد لله، يعني نشكر الفريق على التأهل، ويعني اللعيبه كانت رجاله في الميدان، وما يخفركش كان موسم شاق في مباراه كتير وفي تعب وارهاق، وكان يعني باين على اللعيبه، والحمد لله يعني قدرنا نسيطروا على المباراه وان جبنا جون في 120 دقيقه، وان شاء الله يعني احنا كنا نستاهل الفوز ده. 120 دقيقة في نهاية موسم، في نهاية مباراة، أمر صعب جدا، لكن واقفين على رجلينا قدرنا إن احنا نحقق. كنت عندك الإحساس إن أنت تنزل تحقق الهدف ده يا خندوسي؟ أيوه، يعني لما تكون تشوف اللعب من برا يعني تعرف أنت بتعمل إيه، وتكون مركز يعني تعرف أنت لما تنزل حتعمل إيه وحتتحرك إزاي، والحمد لله يعني اليوم ربنا كرمني وإن قدرت أجيب جول إن شاء الله. عايز اخد منك رساله مهمه جدا، اوضه اللبس هي سر نجاح النادي الاهلي، العلاقه الطيبه جدا بينكو، يمكن انت شفت ده بعينيك، انت واحد من المحترفين المتواجدين، لو بنقول للناس نجاح النادي الاهلي وحصوله على بطولات سببه ايه يا قندوس؟ سببه يعني اللعيبه والفرقه يعني متماسكه مع بعضها، يعني وقلوب كلها الحمد لله صافيه ونيه طيبه، وهذا اللي خلانا يعني الموسم كله بنلعب وبنتعب مع بعض، يعني ونكون سند لبعض، واحد سند الاخر، والحمد لله بفضل هذا حققنا البطولات. جمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه، المسانده الكبيره جدا ليه، حابب تقول ايه ورسالتك ايه لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان معاكم لحظه بلحظه، متواجدين في الاسكندريه، بيجي برج العرب، تقول ايه للجمهور يا كندوس؟ انا بشكر الجمهور على طول السنه، يعني وقفوا معنا سنه كلها، وكانوا يستحقوا يعني البطولات، ودي بطولات يعني يستاهلوها كثير، وان شاء الله يعني مش حخيبوا ظنهم سنه قادمه ان شاء الله ونحققوا بطولات ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شكرا. بنشكر القندوسي واحد من نجوم النادي الاهلي، الحقيقه كل لعيبه النادي الاهلي اجتهدت بشكل كبير، زي ما بنقول يا رب ان شاء الله باذن الله يكون يعني الموسم القادم اسهل بكتير من هذا الموسم، تكون في ترتيبات وامور فنيه المباريات كل الامور دي الحقيقه، يعني اللعيبه تعبت جدا، اللعيبه اتشبعت بالتدريبات وبالمباريات وبالبطولات، عشان كده فرصه كبيره جدا 20 يوم الكل لابد ان هو يفصل تماما عن التدريبات، لان الموسم اللي جاي لابد يكون في دوافع كبيره جدا ورغبه كبيره جدا ان انت تحقق الكبير جدا او القادم ان شاء الله يكون افضل لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم.